السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ معاكم عبد الكريم، وفي حلقة اليوم حنتكلم عن الميزات الرئيسية في GT7. إذا كنت من محبين السباقات التنافسية أو حتى العادية، أو إذا كنت من مجمعين السيارات، أو اللي يحبون يعدلون على السيارات، أو حتى اللي يصورون السيارات، GT7 عندها الكثير اللي تقدمه للجميع. التخصيص المتقدم للسيارات. في GT7 تبدأ بسيارة عادية وتعدل سيارتك تدريجياً من القطع اللي تشتريها من متجر القطع. ميزة الصديق. هذه الميزة راح تساعدك إذا كنت مبتدئ وما تعرف الكثير عن السيارات الرياضية، والطريقة اللي تساعدك فيها هي ممتعة وتفيدك في التختيم. وضع التختيم. نرجع للجذور في GT7. تم تصميم GT7 بوضوح كلعبة لتجميع السيارات. مساعدة القيادة. في ميزة متقدمة لمساعدة القيادة تسمح لأي حد أنه يستمتع بالقيادة، مجهزة بمحرك تلقائي يخلي الكمبيوتر يتحكم في الفرامل والتوجيه. حتى إذا ما سقت سيارة من قبل تقدر تعيش تجربة السواقة وبدون قلق. المفضلة. خريطة العالم في GT والحنين إلى متاجر القطع والتعديل ووكالات السيارات المستعملة، وGT أوتو والتراخيص والبعثات، عادة الميزات المعروفة من أجزاء GT السابقة. محرر هيئة السيارة. أدوات الإصدار الفردية والشاملة تعني أن تخصيص كل شيء بدءا من السيارات والخوذات وبدلات السباق يقتصر فقط على خيال المستخدمين. مكان الاجتماع. مساحة في كل مسار حيث يمكن للاعبين التجمع بسياراتهم المفضلة. يسمى المكان هذا Meeting Place، اللي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. مكان للاعبين لتحسين مهاراتهم من خلال التعلم والتواصل مع اللعيبة الآخرين. المهمات. انطلق في مواقف سباق مثيرة وصعبة في مجموعة متنوعة من الأحداث المتاحة، بما في ذلك سباقات السحب وتحدي السرعة القصوى وتحدي الاقتصاد في استهلاك الوقود. السباق. فيزياء السيارات المتقدمة بالإضافة إلى 3 منصات سباق يمكن الوصول إليها جميعاً ولعبها عبر الإنترنت. عندك سباقات الردهة المفتوحة والسباقات الرياضية اليومية ودوري GT. وضع سكيبس. وضع سكيبس الجديد والمحسن يعني أنه يمكن التقاط الصور وتحريرها بسهولة وبمعيار احترافي. أصبحت المشاركة سهلة الآن، يمكن أن تكون الجوائز بمثابة أفضل المصورين. وبكذا أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وتعرفنا على الميزات الرئيسية في GT7. إذا عجبتكم حلقة اليوم لا تنسون تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. سلام.